تحية للجميع، مرحبا بكل من يتابعنا الوطنية الثانية دائما مع بطولة الوطنية لكرة القدم، الجولة الدفعة الثانية من لقاءات الجولة السابعة هي بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هنا في ملعب عيد النايفر ببرد، والملعب التونسي يستضيف النادي البنزرتي. النادي البنزرتي في وضعية تعرف وصف الترتيب، تقاسم المركز الأخير مع النادي الرياضي اللي حمل من أم، في حين الملعب التونسي صاحب المركز السادس إلى حدود الجولة الأخيرة بعد 5 هزائم التالية. في المقابل النادي البنزرتي بطبيعة الحال 10 مباريات معرفش طعم الانتصار. سيد احمد سويسي المدرب مساعد للنادي البنزرتي، مرحبا بك سيد احمد. قبل كل شيء وضعيه صعبه نوعا ما على مستوى النتائج مؤخرا للنادي البنزرتي. اي صحيح، هي الوضعيه صعبه شويه ومخيبه للامال، لكن متعرف تويك بعد رجوع البطوله برشا جمعيات لقات صعوبه في التعامل مع الوضعيه هذه، لكن احنا ان شاء الله بقدره ربي باش نتعدوها وان شاء الله نرجعوا للنتائج الايجابيه ان شاء الله. ماتش اليوم كونتر الملعب التونسي، تاريخ المواجهات بين النادي البنزرتي والملعب التونسي اكيد ياكد المباريات الكبرى العملاقه في الزوز فرق. صحيح، هي مباراه صعيبه ما تقلش اهميه على المباراه الزوز اللي عديناهم الاخرانيين اللي هي ملعب صفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. فريق كبير وصعيب على ميدانه، باش نحاولوا نتعاملوا معاه كفريق كبير وان شاء الله للنتيجه الايجابيه نروحوا بها البنزرت ان شاء الله. زيد نذكر جمهور نادي البنزرتي عوده علي العياري هاتين المباريات لعثمان السعيدي تشكيله كامله. صحيح، التشكيله ان شاء الله تكون كامله، جورة حاضرين نفسانيا وتكتيكيا وان شاء الله ربي معنا. ربي يوفق الجميع بطبيعه الحال، شكرا لك يعطيك صحة. جمال بطيب، كوتش جمال بطيب المدرب المساعد للملعب التونسي مع غياب بارز لأيمن الصفاقسي. ملعب تونسي رغم المردود مش ما نقولوش ممتاز ولا ضعيف، متوسط، ولكن النتيجة ما عكستش الصورة الحقيقية لأداء الملعب التونسي. هو صحيح ممكن الماتش الأخراني معناها ضد التطاوين نجم نبنيو على الشوط الثاني اللي كان الحقيقة باهي مستوى طيب. الملعب التونسي ممكن يمر بفترة صعيبة معناها هذه، إن شاء الله نجاوزوها في المقابلة هذه. حتى حكيت لي على الغياب تاع أيمن الصفاقسي، عندنا احنا ليفيكتيف اللي ما لقيناش مشكلة باش نعوضوا معناها أي غياب. اليوم في ملعب هادي النايفر في غياب الجمهور مع ضغط النتائج الأخيرة، ولو أنه مرتبة متاع الملعب التونسي ما تقلقش برشا يظهرلي، ولكن أزمة نتائج هي تخلي فريق ملعب التونسي تحت ضغط العودة في النتيجة. هي الوضعيه مش صعيبه، اما احنا ممكن بعد الكونفينمون الخسائر اللي صاروا وضملة اثروا حتى على الجو العام تاع الفريق. ان شاء الله في الماتش المقابله هذه نحاولوا باش نربحوا باش نرجعوا الاجواء الطيبه للملعب النايفر. اخر سؤال نورمالمون نسالوا لك من الاول، معناتها باش نقول لك عوده للملعب التونسي في فيك. صحيح، عوده للملعب التونسي، انا مش غريب على المركب تاع باردو وان شاء الله عودتي تكون بانتصار. يعطيك صحه، شكرا لك. هذا هو رفقي بوسته في التعليق على اللقاء. رفقي ظلي اهون من البارح، اهون من الدفعه الاولى، فما سخانه ولكن فما نسمه، مش باش قلق برشا جوارات رفقي. ان شاء الله، مرحبا بك اسكندر، مرحبا بكل اوفياء متابعي الوطنيه الثانيه. ان شاء الله المعطل الطبيعي كما حكيت اسكندر ما ياثرش على اداء الفريقين، على اداء زوز فرق من افضل فرق البطوله على مر التاريخ. اليوم قمه اخرى ضمن مباريات الجوله السابعه ياب من بطوله الرابطه المحترفه الأولى لكرة القدم. هذا هيثم القصعي حكم المباراة بعد قليل يعلن بداية المواجهة، عدد 122 بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي مباشرة إلى تشكيلتي الفريقين، والبداية بأسماء المدرب قيس اليعقوبي من جانب السيابي. في المرمى علي العياري العائد للتشكيل الأساسي، معه محمد حبيب يكن، مروان الصحراوي، شهاب بن فرج، وسام بوسنينة، رائد الدربالي، هاتين براتي العائد للتشكيله الاساسيه، يوسف امبينغي، ادم الرجابي، مهاب عوانه، وعثمان السعيدي. بدايه المباراه بصفره الحكم هيثم القصعي، بدايه المواجهه بين الفريقين. في بنك البدلاء من جانب السي بي كحارس مرمى الثاني نعيم المثوثي، معاه ياسين كشك، ياسين الكاسح، علي المشاني، زياد العنالي، كريس جونيور، وجدي جبيري، سليم الجندوبي، وعلاء الدريدي. هذه كرة أولى للملعب التونسي مع بداية المباراة داخل منطقة الجزاء. هذه كرة أولى ممتازة علي العياري، أول محاولة للملعب التونسي تلقى الحارس العائد للتشكيلة الأساسية اللي استوفى العقوبة، عقوبة 3 انذارات. علي العياري
في المكان المناسب. إلى تشكيلة الفريق المحلي، الملعب التونسي اليوم أسماء المدرب هنيسة البوسعايدي في حراسة المرمى علي الجمل معه الرفيق المدنيني. هذه الإعادة للكرة الأخيرة، التصويبة كانت من بلال أيت مالك، تلقى الحارس علي العياري، قلت علي جمل في المرمى، الرفيق المدنيني مع حسام بنين، علي معطوق، هيثم العيوني، حمزه حده، تيسن بن نصر، هيكل الشيخاوي، بلال ايت مالك، حمزه الخضراوي، والنيجيري اليمي، سيكرو على البنك سامي هلال مع سيف الدين بن عكرم، ياسين ريدان، عصام بن خميس، جونيور لوسوكو، ياسين الميزوني، اسكندر عمر، جاك ميدينا، وحمزه الهماني. بالنسبه لطاقم تحكيم المباراه، حكم ساحة هيثم القصعي المساعد الأول، مروان السعد المساعد الثاني، محمود موسى، والحكم الرابع محمد علي قروية. هذه كرة من جانب النادي البنزرتي من جانب يوسف فامبينغي، وضربة المخالفة تقريبا بعد مرور زوز دقائق منذ بداية المباراة. دائما التعادل بين الفريقين، التدخل من حمزة حدة اللي يرجع للتشكيلة الأساسية من جانب الملعب التونسي بعد تعافيه من الإصابة المخالفة اللي يمشي تنفيذها محمد حبيب يكن. مباراة مهمة اليوم في ملعب باردو من أجل تصحيح المسار لزوز فرق، من أجل تعديل الأوتار، من أجل جمع النقاط سواء للنادي البنزرتي أو للملعب التونسي. المخالفة تنتهي بكرة للحارس علي الجمل، أكيد كل من قيس اليعقوبي وأنيس البوسعادي زوز مدربين يطمحوا لتحقيق ثلاث نقاط مهمة في ظل الترتيب الحالي. نذكر الملعب التونسي في المرتبة السابعة برصيد 27 نقطة، قبل ذلك هذه كرة لبلال آيت مالك وتوصل للحارس علي العياري. يبدأ بالهجوم فريق الملعب التونسي مع الدقائق الأولى. محمد حبيب يكن، تحدثت على وضعية الترتيب بالنسبة للملعب التونسي، السيابي في المرتبة 13 برصيد 14 نقطة. هذه كرة للسيابي يوسف فامبينغي، العرضية لصالح النادي البنزرتي، تبقى بنزرتية في مناطق الملعب التونسي. مهاب عوينة يحاول المرور، العرضية من الجهة اليسار، يدخل شهاب بن فرج، يتدخل حسام بنينة، كرة ثانية يوسف فامبينغي، يطالب بضربة جزاء، يقول ما ثم شيء هيثم القصعي. الامتلاك لهيكل الشيخاوي في وسط الميدان، التمرير لحمزه حده على الجهه اليمين الليبي علي معتوق، وقت الكره مقطوعه من جانب النادي البنزرتي. قبل ذلك يتدخل حكم المباراه هيثم القصعي، الحوار كان بين حسام بنينه والسنغالي يوسف فامبينغي. الجوهرة السنغالية في تشكيلة النادي البنزرتي، واحد من أبرز الملاعبية الأجانب اللي مروا بالنادي البنزرتي كان مع هيثم العيوني الخيار الأول بالنسبة لنيس البوسعايدي. على الجهة اليسار ما كان سيف الدين بن عكرمي، من اليسار نمشيو لليمين وين موجود الليبي الظهير الأيمن علي معتوق. من جانب الملعب التونسي كرة للمحليين، علي معتوق يبحث على أليمي، مقطوع الكرة من دفاع النادي البنزرتي. هذا نيسا البوسعايدي، ثاني مباراة رسمية مع الملعب التونسي بعد مباراة أولى في تطاوين انتهت بانتصار الاتحاد 2-1. نذكر نيسا البوسعايدي ابن البقلاوة، تستنجد به الإدارة كبديل لجلال القادري الذي غادر الملعب التونسي. هذا البوسعادي أول تجربة لي كمدرب أول مع فريق الملعب التونسي، في المقابلة أحمد السويسي مساعد مدرب قيس اليعقوبي. ضربة المخالفة لأدم الرجيبي داخل منطقة الجزاء، هيثم العيوني، يرجع بلال أيت مالك للتغطية، الحمزة حدة إلى أليمي سيكيرو مع شهاب بن فرج، بن فرج يرتكب المخالفة للنيجيري أليمي سيكيرو. هذا واحد من انتدابات الملعب التونسي لتعويض هداف الملعب التونسي الكونغولي كيم بنزا اللي سجل 6 أهداف وغادر البطولة التونسية نحو تجربة في البطولة البلجيكية. كرة في محور الدفاع بنينة لهيكل الشيخاوي، ضغط على المنافس من جانب ابن عبيد النادي البنزرتي،
يخطئ العيوني والتماس لصالح النادي البنزرتي. تقريبا 8 دقائق لعب منذ بداية المباراة، دائما التعادل دون اهداف بين الفريقين. والمخالفة المرة هذه للملعب التونسي، نذكر الملعب التونسي فاز في 8 مباريات، تعادل في 3 وانهزم في 8 مباريات، سجل 19 قبل 21، بينما النادي البنزرتي فاز في 3 مقابلات، تعادل في 5، خسر 11 مباراة، سجل 15 قبل 32. النادي البنزرتي من أجل النجاح في رحلة الإنقاذ في ظل وجوده في قاع الترتيب المرتبة 13 كما قلنا برصيد 14 نقطة، قادر النادي البنزرتي على العودة. أيضا الملعب التونسي قادر على تحقيق الانتصار اللي غاب عليه في 5 مباريات متتالية. الهزيمة للملعب التونسي، نذكر آخر انتصار للملعب التونسي كان يوم 9 فيفري 2020 أمام النادي الإفريقي، الانتصار هدف دون مقابل. والمخالفة لصالح النادي البنزرتي لمهيب عوانة، المخالفة لأبناء قيس اليعقوبي في تنفيذها وسام بوسنينة، لاعب محور الدفاع يبحث عن المساندة أثناء تنفيذ ضربة المخالفة، يخير الجهة اليمين لآدم الرجيبي ياخذها، يكن المحاولة دائما على الرواق اليمين ويرجع لضربة المخالفة. حكم المباراة هيثم القصعي، أمامكم على الصورة يدير 5 مباراة ليه هذا الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المخالفة لصالح النادي البنزرتي، التدخل كان من الدفاع وكان قريب من اللقطة. حكم المباراة هيثم القصعي اللي كان حامل للشارة الدولية بين 2015 و2018، يوسف أمبينغي في تنفيذ ضربة المخالفة من جانب النادي البنزرتي، السينيغالي أمبينغي من أجل إيجاد الحلول من كرات ثابتة للوصول للمرمى. علي الجمل بالراس وخطير على مرمى الملعب التونسي، كرة خارج المرمى، ضربة مرمى للملعب التونسي. التدخل بالراس كان من مروان الصحراوي، في الإعادة بنغي في التنفيذ، الرأسية من مروان الصحراوي وضربة المرمى لصالح الملعب التونسي. طبعا طقس حار وحار جدا، إن شاء الله ما يأثرش على أداء اللاعبين لأنه حرارة الحقيقة مرتفعة جدا، نتمنى أن المعطى الطبيعي ما يأثرش على أداء زوز فرق، على أداء الكبيرين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. كي نرجعوا للتاريخ للأمجاد لعراقة الفريقين، نجم نعتبروه كلاسيكو البطولة لا يقل أهمية على كلاسيكو مباراة الأمس بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، نذكر انتهى بالتعادل هدف لهدف، وهذه واحدة من أهم مباريات الجولة 7 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. والتماس لصالح الملعب التونسي، يمشي لتنفيذها الليبي علي معتوق، علي معتوق للنيجيري آلي مي سيكيرو، تماس مرة أخرى لصالح الملعب التونسي بعد تدخل وسام بوسنينة. علي معتوق مرة أخرى في تنفيذ رمية التماس من جانب الملعب التونسي، معتوق إلى آلي مي ياخذ كورتو، الهجمة لصالح الملعب التونسي، تغيير اتجاه الكرة للظهير الأيسر هيثم العيوني، أمامه يكن إلى بلال أيت مالك، والتماس يبقى المرة هذه من الجهة اليسار لأبناء نيسا البوسعايدي، كالعادة في التنفيذ هيثم العيوني من جانب الملعب التونسي، التماس الطويل داخل منطقة الجزاء، قلنا يخير نيسا البوسعايدي إقحام هيثم العيوني على الجهة اليسرى. هيثم العيوني في التنفيذ يطلع بالراس، شهاب بن فرج الصحراوي في الترويض يمرر عن غير قصد بالتأكيد لعلي العياري، ياخذ كورته حارس المرمى الذي استوفى عقوبة الإنذار الثالث، كان غايب على مباراة الإتوال. علي العياري اللي تألق تألق كبير في ملعب الطيب المهيري، أجبر السي اس اس
على اقتسام نقاط التعادل مع النادي البنزرتي، لانه سيابي كان قادر على الانتصار ايضا في ملعب الطيب المهيري. مره اخرى عديده هي المخالفات منذ بدايه المباراه. المره هذه المخالفه ليوسف امبينغي، المخالفه ليوسف امبينغي من جانب النادي البنزرتي. يوسف يخلي الكره لهاتين البراتي، لعب الخبره العائد للتشكيله الاساسيه ايضا، تبقى الكره لادم رجاب يطلع بثبات. علي الجمل ياخذ كورته، محاوله عكس الهجمه من جانب الملعب التونسي، واضح الضغط اكيد بتعليمات قيس اليعقوبي، تضرب في ادم رجابي وترجع للحارس علي الجمل. كما جات الكره يطلع شهاب بن فرج، حمزه حده لعب الارتكاز، لعب الخبره ايضا، عاد التشكيله الاساسيه والتماس لصالح الملعب التونسي. هيثم العيوني في التنفيذ يخير التمرير الى محور الدفاع، والموجود حسام بنينا لرفيق المدنيني، ايضا يعود للتشكيله الاساسيه. اللاعب السابق لاتحاد بن قردان علي مي سيكيرو يخطأ في التمرير، يصلح بلال ايت مالك. الملعب التونسي يبحث على المرور على الوصول للمرمى، الحارس علي العياري، كرة على اليسار لهيثم العيوني العرضية أليمي، الترويض من أليمي سيكرو ومقطوعة من مروان الصحراوي الظهير الأيسر، يربح رمية التماس. مروان الصحراوي يربح رمية التماس. نذكر أيضا النادي البنزرتي في 10 مباريات لم يعرف الانتصار، نذكر آخر انتصار للنادي البنزرتي كان ضد الهلال الرياضي الشابي مباراة ملعب المنزه شهر نوفمبر السابق. هذا يوسف يربح ضربة المخالفة ولا انذار، يوسف امبينغي يربح ضربة المخالفة ولا انذار لحسام بنينا المدافع المحوري في تشكيلة الملعب التونسي. ممكن تفادى خطورة يوسف امبينغي خطأ تكتيكي إن صح التعبير من حسام بنينا، كانت هجمة سريعة ليوسف امبينغي، يتدخل بنينا المدافع السابق لشبيبة القيروان، تجربة مع الملعب التونسي أساسي إلى جانب رفيق المدنيني. كرة من النادي البنزرتي، إلى حد الآن لم نشاهد الخطورة على مرمى علي الجمل وأيضا على مرمى علي العياري. المخالفة المرة هذه بإشارة الحكم هيثم القصعي لمدافع الملعب التونسي حسام بنينا، يخليها لعلي الجمل، يمشي للتنفيذ الحارس السابق للترجي الرياضي، وأيضا كانت له تجربة قصيرة مع فريق اتحاد بن قردان. علي الجمل في تنفيذ ضربة المخالفة من جانب الملعب التونسي، كرة طويلة من علي الجمل بالراس دون عنوان خارج الميدان، ضربة المرمى لصالح النادي البنزرتي. مباراة مهمة جدا سواء للنادي البنزرتي أو للملعب التونسي، مباراة الجولة السابعة إياب من البطولة. النادي البنزرتي يريد الانتصار في ظل وضعيته في الترتيب بعد إيقاف نشاط البطولة. 3 تعادلات للنادي البنزرتي، 0-0 ضد اتحاد بن قردان بنفس النتيجة ضد السي اس اس، و 2-2 في ملعب البصيري ضد النجم الرياضي الساحلي. هذه كرة من ديسن بن نصر إلى بلال آيت مالك، حلوة اللقطة ولكن مقطوعة، متفتن مدافع النادي البنزرتي عكس الهجمة يوسف امبينغي. الخطورة من السنغالي مرة أخرى، يربح ضربة المخالفة في وسط الميدان، يطلب ممكن من حكم المباراة إشهار الإنذار. الإعادة، تدخل بلال آيت مالك على يوسف امبينغي. هذا بلال آيت مالك اللاعب اللي مسجل أسرع أهداف البطولة هذا الموسم في الثانية 14، اللي سجل أيضا في مباراة الاتحاد. المهاجم بلال آيت مالك، هذا عثمان السعيدي ايضا عائد للتشكيله الاساسيه. كيف قيس اليعقوبي يبحث على النجاعه الهجوميه، يبحث على التسجيل،
كرة من يوسف بنجي، يوسف مقطوعة من بلال آيت مالك، الكرة بضربة مخالفة لصالح دفاع الملعب التونسي. لازلنا في انتظار الأهداف، حتى الفرص السنحة غير متوفرة في هذه المباراة. المواجهة عدد 122 بين الكبيرين البنزرتي والملعب التونسي. نذكر الملعب التونسي فاز في 45 مباراة وسجل 131 هدف، النادي البنزرتي فاز في 38 مباراة وسجل 111 هدف. الخطورة من جانب الملعب التونسي، هيكل الشيخاوي المهاري اليساري في تشكيلة الملعب التونسي. علي معتوق عمل اليمين، الكرة الثانية لهيثم العيوني، تصويبة قوية لكن بعيدة على مرمى علي العياري. هذا هيثم العيوني سدد بقوة لكن مشيت بعيدة على مرمى علي العياري. هذه الإعادة من زاوية أخرى، التصويبة كانت قوية لكن تنقصها الدقة، مشيت ضربة 5 متر و50 للسيابي للحارس علي العياري. كرة من هاتين البارات، يقول ما ثم شيء، حكم المباراة هيثم القصعي يسقط على أرضية الميدان هيكل الشيخاوي. إن شاء الله سلامات للعب الملعب التونسي، شارى لباس لمتوسط ميدان الملعب التونسي صانع الألعاب اللي وراء المهاجمين. الملعب التونسي برسم تكتيكي 4-2-3-1، هذا رسم تكتيكي أنيس البوسعادي من جانب الملعب التونسي. وحوار أكيد تكتيكي مثير ومشوق في المنطقة الفنية بين أنيس البوسعادي المدرب الشاب والمدرب الخبير صاحب التجارب العديدة قيس اليعقوبي. كرة لصالح النادي البنزرتي، هاتين البراتلي، شهاب بن فرج، كرة في عمق الدفاع، كرة بعيدة تمشي ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي. ضربة المرمى لصالح الملعب التونسي في تنفيذها علي الجمل. ينطلق الهجوم من محور الدفاع بالنسبة للملعب التونسي، الضغط من عثمان السعيدي. علي الجمل يعمل المراوغة، ثم صعوبات في الخروج بالكرة من لاعبي الملعب التونسي، حتى الكرة الثانية ياخذها وسط ميدان النادي البنزرتي في أكثر من كرة. تبقى الكرة لمهيب عوانة إلى لاعب محور الدفاع مروان الصحراوي والظهير الأيسر في تشكيلة النادي البنزرتي. كرة كما جات في دفاع الملعب التونسي، الكرة الثانية ياخذها البارات يحب يمر لادم الرجيبي محمد حبيبي، لكن قبل ذلك الحكم هيثم القصعي يمنح المخالفه لحمزه حده من جانب الملعب التونسي. بدينا نقرب لنصف ساعه اولى في هذا الشوط الاول، دائما التعادل دون اهداف بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. ان شاء الله يرتفع عن سقف المباراه، ان شاء الله هدف سواء الملعب التونسي او النادي البنزرتي يعطي اكثر حيويه للمباراه. هذه كره من بلال آيت مالك، يتمكن الصحراوي من الاقتناص من ابعاد الخطر والمخالفه بصفره الحكم هيثم القصعي. امامكم على الصوره، كنا خامس مباراه يديرها في بطولة هذا الموسم بتأكيد من زميلنا وصديقنا عماد الكيلاني. خامس مباراة لهيثم القصعي الدولي السابق بين 2015 و2018. مخالفة باش يتولى تنفيذها علي العياري، واحد من بين نقاط قوة النادي البنزرتي بعد عودة البطولة. غاب على مباراة الإتوال وحاضر في مباراة اليوم، وآدم الرجيبي يربح ضربة الركنية بعد تدخل هيثم العيوني. الركنية لصالح النادي البنزرتي، الركنية لصالح النادي البنزرتي، يمشي لتنفيذها يوسف بنجي.
يسعد شهاب بن فرج يسجل ضد النجم الرياضي الساحلي في المباراة الأخيرة، مباراة ملعب البصيري. يوسفان بنغي في التنفيذ، السنغالي داخل منطقة الجزاء، حاضر دفاع الملعب التونسي، ياخذها حبيبي لكن يربح الدويل أمام هيكل الشيخاوي. مراوغة أولى ثانية ركنية مرة أخرى لصالح النادي البنزرتي، لا إشارة المساعد الأول مروان السعد. ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي، ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي. تقريبا 20 ثقة لاعب في هذا الشوط الأول. دائما التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. هذه كرة من الجهة اليمين، هادم الرجيبي والتماس. إلى حد الآن المستوى الفني لم يرتقي للمأمول، لم يرتقي لمستوى النادي البنزرتي والملعب التونسي. نذكر أن المباراة تدور في حرارة مرتفعة جدا، ممكن يتحسن نسق المباراة إن شاء الله فيما تبقى من زمن الفترة الأولى. وأيضا عند بداية الفترة الثانية كرة من علي معتوق، يمشي على اليمين اللي بسريع على حركة نشيط العرضية، وشهاب بن فرج تبقى للملعب التونسي، تبقى لهيكل الشيخاوي. الشعمل الشيخاوي عائد لهيثم العيوني، العيوني العيوني، التمرير لهيكل الشيخاوي البحث عن موسانتا، حب يعمل الوانتو بين الشيخاوي وهيثم العيوني، لكن تبقى لحمزة حدة. تمركز جيد جدا للاعبي نادي البنزرتي. قلت صعوبات للملعب التونسي في الوصول للمرمى علي العياري والاعتماد تقريبا كلي على الجهة اليمين، وين موجود الليبي علي معتوق متألق منذ قدومه لتشكيلة الملعب التونسي. ضربة مخالفة مرة أخرى، مخالفة المرة هذه للنادي البنزرتي بعد تدخل حسام بنينة على عثمان السعيد. إن شاء الله سلامات لمهاجم النادي البنزرتي. نذكر النادي البنزرتي الجولة الفارتة تعادل في ملعب البصيري أمام النجم، عمل مباراة محترمة جدا، التعادل 2-2 والهزيمة للملعب التونسي في تطاوين أمام الاتحاد 2-1. كل فريق يريد جمع النقاط، سواء الملعب التونسي بقيادة أنيس البوسعادي أو النادي البنزرتي بقيادة المدرب قيس اليعقوبي. عديد الأسماء اللي دورت على تدريب الفريقين مع بداية الموسم، قبل ذلك تدخل ناجح وناجع من علي الجمل عكس الهجمة. شهاب بن فرج مدافع عن النادي البنزرتي أمام بلال آية مالك، وأيضا موجود تيسم بن نصر، هيثم العيوني إلى هيكل الشيخاوي. الشيخاوي الحمزة حدة يعاود ياخذها إلى بلال آية مالك. آية مالك يغير اتجاه الكرة على اليمين لعلي معتوق، معتوق معتوق يربح ضربة ركنية. قلت الملعب التونسي التركيز على الجهة اليمين، الملعب التونسي يركز على اللاعب علي معتوق، على انطلاقات سرعة حيوية ونشاط الليبي على الجهة اليمنى لهجوم الملعب التونسي. وضربة ركنية، ركنية لصالح الملعب التونسي. الملعب التونسي يلعب في ميدانه المباراة عدد 11 منذ بداية الموسم. والركنية بين آية مالك والشيخاوي داخل منطقة الجزاء بالراس، مقطوعة من دفاع نادي البنزرتي. في 10 مباريات في باردو فاز في 5 مقابلات الملعب التونسي، تعادل في 3 وانقاد لزوز هزائم آخرها ضد شبيبة القيروان بهدف دون مقابل، بينما نادي البنزرتي خرج ميدان وانهزم في 7 مقابلات، تعادل ضد السي اس اس في ملعب الطيب الميري، وانتصر نذكر في ملعب بوعلي الأحوار في حمام سوسة أمام النجم الرياضي الساحلي. كرة برمية تماس داخل منطقة الجزاء، الدفاع حاضر من جانب النادي البنزرتي، والمخالفة لدفاع السيابي. نادي البنزرتي اللي بدا بطولة هذا الموسم بإشراف نصيف البياوي، ثم اسكندر القصري، ثم محمد عزيز، سفيان الحدوسي، وقيس اليعقوبي.
تقريبا خمسة مدربين أسماء تداولت على تدريب النادي البنزرتي. غياب الاستقرار بالنسبة للسي بي فنيا وإداريا إن شاء الله هذا ما يأثرش على نتائج النادي البنزرتي القادر على الخروج من أزمة النتائج. وضربة مخالفة في موقع ممتاز لصالح النادي البنزرتي. تقريبا 25 دقيقة لعب منذ بداية المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. هذه إعادة كانت لعثمان السعيدي والتدخل من تيسن بن نصر لاعب الارتكاز. بن نصر اللي في رصيده هدف كان في مباراة الذهاب. الانتصار كان عريض للملعب التونسي أمام النادي البنزرتي، 4 أهداف مقابل هدف. مباراة الذهاب اللي عرفت نجاعة للملعب التونسي، مباراة يوم 2 نوفمبر 2019. المخالفة القريبة، التنفيذ من يوسفان بنغي. يوسفان ممتاز على الجمل، ترجع الكرة الثانية للنادي البنزرتي مرة أخرى. يوسفان بنغي العرضية والكرة بعيدة. التنفيذ ممتاز من السنغالي، أمامكم على الصورة الجوهرة السنغالية يوسفان بنغي، سوب بقوة. والامتياز أيضا لحارس مرمى الملعب التونسي علي جمل. هذه الإعادة، حاضر ثابت علي الجمل يلقى الحل للتصدي الكرة. يوسفان بنغي بداخل قدمة بصنعة كبيرة، ولكن لم يتحدى مهارة الحارس علي الجمل اللي كان حاضر ثابت في مكانه. ياخذ كرته مرة أخرى حارس مرمى الملعب التونسي إلى رفيق المدنيني. يبدأ الهجمة من اليسار إلى هيثم العيوني. العيوني هو التماس لصالح الملعب التونسي. كرة ضربت في يد الرجيبي، أمامكم على الصورة بعد تجربة مع الترجي الرياضي. يعود يد الرجيبي إلى فريق الأم النادي البنزرتي اللي عرف معاه النجاح والتألق في فترة سابقة. كرة من حمزة حدة بين زوز ملاعبية، حدة يربح ضربة المخالفة، هذه الإعادة، تدخل من شهاب بن فرج أمام متوسط الميدان لعب الارتكاز حمزة حدة. تتنفذ بسرعة تيسن بن نصر إلى هيكل الشيخاوي. هيثم العيوني، هيكل الشيخاوي. تبقى الكرة للملعب التونسي مرة أخرى، صعوبة في الوصول لمناطق النادي البنزرتي في ظل تمركز جيد للاعبي النادي البنزرتي. ومحمد حبيب يكن يضع الكرة في التماس. هيثم القصي يقول لا وجود لضربة مخالفة لصالح الملعب التونسي. هيثم العيوني مرة أخرى في التنفيذ، اختار التمرير لحمزة حدة لاعب الارتكاز. فمع اليمين كالعادة علي معتوق يخير التمرير لبلال آيت مالك. ما ياخذهاش معتوق، سيكيرو والركنية. لا، ضربة المرمى لصالح النادي البنزرتي. أمامك على الصورة أليمي سيكيرو عنده هدف إلى حد الآن مع الملعب التونسي. غابت النجاعة على أليمي عكس النجاعة اللي كانت لكونغولي الملعب التونسي اللاعب السابق كيم بنزا المتألق اللي سجل 6 أهداف بالتمام والكمال قبل ما يغادر الملعب التونسي. كرة سهلة لعلي الجمل حارس مرمى الملعب التونسي. علي الجمل الكرة طويلة في اتجاه أليمي. تيسن بن نصر ياخذها حمزة حدة، ياخذها أليمي النيجيري. بلال آيت مالك الشيخاوي، الهجمة السريعة للملعب التونسي. الترويض من أليمي، يتدخل شهاب بن فرج، حاول المرور من عمق الدفاع. هيكل الشيخاوي بتمريرة بخارج القدم باليسار، روض أليمي، ولكن يتدخل شهاب بن فرج. نصف ساعة أولى في هذا الشوط الأول، ودقيقتين راحة للملاعبية. حرارة مرتفعة جدا في باردو، إن شاء الله ما يأثرش على أداء الملاعبية إن شاء الله فيما تبقى من زمن الفترة الأولى وعند انطلاق الفترة الثانية.
ان شاء الله هي تحسن الاداء الملعب التونسي وايضا النادي البنزرتي. نذكر الى حد الان التعادل دون اهداف. التحية لكل مشاهدي اوفياء الوطنية الثانية. نحن في متابعة لمباراة الكلاسيكو بين النادي البنزرتي والملعب التونسي بين السيابي ضيف ملعب باردو ضيف الملعب التونسي. السيابي اللي يحب يرجع لتحقيق الانتصارات والملعب التونسي ايضا نفس الهدف يريد جمع النقاط في ظل أزمة النتائج خاصة بعد عودة نشاط البطولة بعد فترة غياب طويلة بعد شهر فيفري 23 فيفري آخر جولة قبل فترة الراحة بسبب جائحة كورونا. إن شاء الله السلامات للناس الكل للملاعبية للمتفرجين للمسؤولين للمدربين. إلى حد الآن بعد مرور تقريبا 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول نذكر اللي يتبع فينا التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. الملعب التونسي نذكر المرتبة السابعة برصيد 27 نقطة والنادي البنزرتي المرتبة 13 برصيد 14 نقطة. زوز فرق يرغبوا في العودة للانتصارات. والحوار سيتواصل بين قيس اليعقوبي مدرب النادي البنزرتي وايضا انيس البوسعايدي مدرب الملعب التونسي. ننتظر الاهداف الفرص السانحه للتسجيل ونستناو ايضا تحسن الاداء في ما تبقى من زمن المباراه. توازن بين الفريقين لا غالب ولا مغلوب الى حد الان. التعادل دون اهداف بين السيابي والملعب التونسي. سيستأنف اللعب بعد قليل. هذه قمة ضمن الجولة السابعة ياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. يستأنف اللعب من خلال رمية التماس لصالح النادي البنزرتي مروان الصحراوي إلى يوسف بنجي بين زوز ملاعبية. الشعمل بنجي إلى آدم رجيبي خطير رجيبي ممتاز على الجمل ياخذ كورته على مارتين. فاجأ تعليل جمل يضع الكرة في التماس. حبي باغت هذا الرجيبي حب يصوب يختار خيار التسديد وكرة تبقى حبيب يكن داخل منطقة الجزاء. ويتدخل دفاع الملعب التونسي. كرة من بلال ايت مالك الى انيمي النيجيري. تدخل شهاب بن فرج ويتدخل معاه حكم المباراة هيثم القصعي. المخالفة تتنفذ بسرعة. الشيخاوي سيكيرو بالراس الترويض سيكيرو يتدخل الدفاع مرة أخرى. الترويض من النيجيري يتباطع ولكن يتدخل دفاع النادي البنزرتي إبعاد الخطر على مرمى علي العياري. ديسن بن نصر الحسام بنينة بنينة إلى رفيق المدنيني. يحاول الملعب التونسي مرة على اليمين. علي مي سيكيرو ضربة المخالفة في الكرة الأخيرة لدفاع النادي البنزرتي. حمزة الخضراوي حاول التسديد المرور ولكن يرتكب المخالفة على مدافع النادي البنزرتي مروان الصحراوي. الريبلاي الإعادة واضحة التدخل حب يبعد الكرة. مروان الصحراوي يتدخل عن غير قصد أكيد حمزة الخضراوي. والمخالفة لمدافع النادي البنزرتي أمامكم على الصورة الظهير الأيسر مروان الصحراوي. المخالفة اللي يمشي تنفيذها علي العياري حارس مرمى النادي البنزرتي. تحدثت على المدربين اللي بداوا وأشرفوا على النادي البنزرتي منذ بداية الموسم. بالنسبة للملعب التونسي ثلاثة مدربين. البداية كانت مع منتصر روحيشي ثم جلال القادري. القطيعة بالتراضي بين جلال القادري والهيئة المديرة للملعب التونسي بعد أزمة النتائج. ورأى الملعب التونسي الحقيقة عمل مباريات كبيرة. الملعب التونسي اللي فاز على الإتوال في باردو فاز في على السي اس اس في ملعب الطيب المهيري فاز على النادي الإفريقي وتعادل مع الترجي الرياضي. لكن بعض النتائج السلبية خليت ممكن جلال القادري خير المغادرة.
بالتراثي مع الهيئة المديرة ممكن لتغيير الأجواء لضخ دماء جديدة ليأتي ابن النادي أنيس المساعدي للمباراة الثانية، ثاني مباراة رسمية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأنيس المساعدي اللي كانت له تجربة كمساعد شكري الخطوي مع المنتخب الأولمبي، وأيضا كان دعم الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي في كان 2019. أتحدث عن أنيس المساعدي. نرجع للمباراة، العودة لمباراة ملعب باردو والمخالفة لدفاع الملعب التونسي. كرة لديسن بن نصر، الكرة على الجهة اليمين في اتجاه بلال آيت مالك، يتدخل الصحراوي معتوق مع آدم الرجيبي ومهب عوينة والتماس، التماس لصالح النادي البنزرتي، رمية التماس يمشي لتنفيذها مروان الصحراوي أو المخالفة لصالح النادي البنزرتي. وسام بوسنينة المدافع السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف ابن المدافع نور الدين بوسنينة، هذه كرة داخل منطقة الجزاء، الرجيبي يتدخل مرة أخرى، علي الجمل دون صعوبة المرة هذه ياخذ كورته، واضح الضغط من لاعبي النادي البنزرتي، الضغط على حامل الكرة، محاولة قطع الكرة في مناطق الملعب التونسي، ولكن ضربة المخالفة لدفاع البقلاوة رفيق المدنيني. الاستلام من هيثم العيوني أمام الرجيب بحد تمرير لهيكل الشيخاوي، لم نشاهد إلى حد الآن مهارة اليساري، هيكل الشيخاوي نجم يقدم الإضافة ويكون حل من الحلول بالنسبة للملعب التونسي. علي معتوق الليبي عنده الكرة، معتوق طلب الكرة من ديسن بن ناصر ياخذ كورته كما جات، حسام بنينة مقطوعة من جنب وسط ميدان، السيابي رائد الدربالي، الهجمة السريعة على اليمين، آدم رجيبي يعمل مراوغة، رجيبي ليوسف بنجي، ثم يكن على اليمين ياخذها حبيب، يكن التمرير مرة أخرى ليوسف، بنجي ممتاز، يوسف بنجي ويربح ضربة المخالفة. الخطورة دائما تأتي من السنغالي يوسف بنجي، ممول كل الكرات، صنع ألعاب النادي البنزرتي. هذا التدخل كان من هيكل الشيخاوي على متوسط ميدان النادي البنزرتي يوسف بنجي، تقريبا كل الكرات الثابتة، المخالفات القريبة من مرمى علي الجمل سببها الخطورة والتحرك ونشاط السنغالي يوسف بنجي، وروح رياضية بين بنينة وبين العيوني ويوسام بوسنينة. المخالفة في تنفيذها حبيب يكن، الظهير الأيمن للنادي البنزرتي محمد حبيب يكن في تنفيذ ضربة المخالفة. القصعي ينبه على الملاعبية داخل منطقة الجزاء، حبيب يكن في التنفيذ، محمد حبيب يكن، والتدخل بامتياز من حسين دينا، لكن تبقى لحبيب يكن يخطئ في الترويض والكرة خرج أرضية الميدان. ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي، حاول من كرات ثابتة النادي البنزرتي الوصول المرمى علي الجمل، ولكن لحد الآن دون خطورة على مرمى علي الجمل في ظل أيضا نجاح محور الدفاع في اقتناص عديد الكرات على غرار الكرة الأخيرة، تدخل ناجح من حسين بنينة. ضربة المرمى في تنفيذها علي الجمل، كرة في وسط الميدان، هاتين البارات اللي ما ياخذهاش، تبقى لحمزة الخضراوي، ممتاز الخضراوي محافظ على كورته، حمزة الخضراوي دون ارتكاب الخطأ، رجمة سريعة للسيابي لكن عكسية، صراع كبير في منطقة وسط الميدان، هذا يوسفان بينجي، يوسفا يقول ما ثم شيء، حكم المباراة هيثم القصعي أخوها رفيق المدنيني، مباشرة التمرير لحمزة الخضراوي، حوار مع مروان الصحراوي، الخضراوي أمام الصحراوي، التمرير لبلال آيت مالك، يرجع دفاع النادي البنزرتي للتمركز الجيد، هيثم العيوني، لتيسن بن نصر، يتدخل حكم المباراة هيثم القصعي ومنح ضربة المخالفة
لصالح الملعب التونسي. قلنا خامس مباراة لهيثم القصعي منذ بداية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. هيثم القصعي اللي منح 4 ضربات جزاء في المقابلات اللي أدارها وما زفر حتى وما أشر حتى ورقة حمراء. نحكي على حكم المباراة الدولي بين 2015 و2018 هيثم القصعي اللي منح ضربة مخالفة للملعب التونسي. عديدة هي المخالفات لكن دون استغلالها لا من جانب السيابي ولا من جانب الملعب التونسي. والكرة بين الشيخاوي وبلال آية مالك. قد يأتي الحل من كرة ثابتة الشيخاوي بلال آية مالك، يخلي الكرة للشيخاوي. الشيخاوي داخل منطقة الجزاء يتدخل وسام بوسنينة يبعد الكرة، لكن الكرة الثانية لصالح الملعب التونسي ومخالفة التسلل. محمود موسى أمامكم على صورة، المساعد الثاني يرفع الراية. مخالفة التسلل لدفاع النادي البنزرتي. بدينا نقرب من نهاية الفترة الأولى، باقي التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. علي العياري رفع الكرة في دفاع الملعب التونسي وتسويبة من آدم الرجيبي. يحاول آدم الرجيبي أنه يباغت علي الجمل، عمل الترويف ثم التسويب، ولكن كرته مشيت بعيدة على مرمى علي العياري. أمامكم على الصورة آدم الرجيبي، هذه الإعادة روضة على الطاير كما جات، صوب مشيت بعيدة على مرمى الحارس علي الجمل. بدينا نقرب من نهاية الفترة الأولى، التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. إن شاء الله لاباس لهيثم العيوني الظهير الأيسر اللي يبدأ اليوم على حساب سيف الدين بن عكرمي. الظهير الأيسر الموجود على بنك البدلاء. هو نذكر بالأسماء البديلة للزوز فرق، نعرفوا أنه كل مدرب عنده الحق في 5 تغييرات أكيد مع حرارة الطقس مع المجهود البدني. أكيد باش نشوفوا عدة تغييرات بالنسبة لأسماء المدرب أنيس البوسعادي على البنك، سامي هلال، سيف الدين بن عكرمي، ياسين ريدان، عصام بن خميس، جونيور لوسوكو، ياسين الميزوني، اسكندر عمر، جاك ميدينا وحمزة الهمامي، بينما الأسماء البديلة لقيس اليعقوبي، نعيم المثوث، ياسين كشك، ياسين الكاسح، علي المشاني، زياد العنلي، كريس جونيور، وجدي الجبيري، سليمة جندوبي وعلاء الدريدي. يستأنف اللعب كرة بالراس من حمزة حدة، ما ياخذهاش يوسف بنجي. بلال أيت مالك الحركة النشيط في تشكيلة الملعب التونسي والأنظار. هذه الإعادة رائد الدربالي يشهر في وجهه حكم المباراة هيثم القصعي الأنظار بعد ما شاهدنا وتابعنا أنظار لمدافع الملعب التونسي حسام بنينا. يستأنف اللعب من خلال ضربة مخالفة لصالح الملعب التونسي. المخالفة اللي باش يتولى تنفيذها هيثم العيوني، اللاعب السابق للشبيبة وأيضا للنجم الرياضي الساحلي. هيثم العيوني اقتناص الكرة من شهاب بن فرج، كرة طويلة لعثمان السعيدي، أقرب الحارس علي الجمل، التمرير لحسام بنينا. بنينا يغير اتجاه الكرة، الاستلام من علي معتوق، هجمة للملعب التونسي. حمزة الخضراوي، الخضراوي يتدخل وسام بوسنينا بامتياز، يضع الكرة في التماس لصالح الملعب التونسي. فيق دفاع السيابي، انسجام بين وسام بوسنينا وايضا شهاب بن فرج، ضربة ركنية لصالح الملعب التونسي. ودقيقتين يزيدهم حكم المباراة هيثم القصعي، وقت ضائع. الركنية يتولى تنفيذها بلال آية مالك، يمشي معاه هيكل الشيخاوي. التنفيذ الثنائي
بين الشيخاوي وايه مالك قد تكون المحاوله الاخيره للملعب التونسي في الفتره الاولى. كره لبلال ايه مالك الى هيكل الشيخاوي، الشيخاوي الشيخاوي التصويبه ترجع بلال ايه مالك وثم التسلل. محمود موسى يرفع رايته المساعد الثاني، الرايه مرفوعه، محمود موسى يكون موجود، التسلل على بلال ايه مالك المهاجم في تشكيلة الملعب التونسي في رصيده زوز أهداف وفي رصيده أسرع هدف في بطولة هذا الموسم كما قلنا من الثانية 14. قاعد يتحرك منيح ولكن دون خطورة على مرمى علي العياري. قد نشهد تغييرات في الفترة الثانية، تغييرات في اللاعبين، إن شاء الله التغييرات تأثر إيجابا على أداء اللاعبين ونشوفوا أداء خير من اللي شاهدناه إلى حد الآن. بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي صراع على الكرة مرة أخرى من لاعبي ملقى على أرضية الميدان، يرجع لضربة المخالفة، يرجع هيثم القصري لضربة المخالفة والإنذار، الإنذار لهاتين البراتلي. هيثم القصري ينظر هاتين البراتلي لاعب الخبرة في تشكيلة النادي البنزرتي والعائد للتشكيلة الأساسية. أمامكم على الصورة هاتين البراتلي اللي مر بتجربة غير ناجحة مع النادي الإفريقي، هذا الإعادة واضح للأمانة، التدخل من هاتين البراتلي على تيسن بن نصر متوسط ميدان الملعب التونسي والحمد لله يقوم لاباس. تيسن بن نصر ولمن سيكون النصر والانتصار اليوم في مباراة الملعب التونسي والنادي البنزرتي، مباراة بين الكبيرين شقيقين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. الوضعية الحالية لا تعكس تماما ماضي زوز في رقم جيد وعراقة الملعب التونسي وأيضا النادي البنزرتي التنفيذ. وفي اللحظة هذه ينهي هيثم القصعي ينهي الفترة الأولى، التعادل دون أهداف بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي. شفنا شوط نجم نقولوا اقل من المتوسط بين الفريقين، لم نشاهد الفرص السانحه للتسجيل، ان شاء الله يتحسن الاداء في الفتره الثانيه، ان شاء الله نشوفوا اداء خير من اللي شاهدناه في الفتره الاولى. نذكر التعادل لكل من يتابع الوطنيه الثانيه، التعادل دون اهداف بين الملعب التونسي والنادي البنزرتي، ان شاء الله ملتقانا مع انطلاقه الشوط الثاني.